هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة، يتجدد اللقاء بحضراتكم في أشواط صباحي هذا اليوم على أرضية ميدان المرموم، ميدان دستور. تتواصل فيه انطلاقات سن الحقائق. الشوط السادس أعلنت قبل قليل بداية انطلاقته وهو يحمل الجعدان الحقائق في هذا المسار وفي هذا الانطلاق في الثلاثة كيلومترات لتسير المنافسات في أرضية ميدان المرموم، الميدان الذكي الذي تنطلق في هذه الأسماء وهذه الشعارات العملاقة في بداية الثلاثة كيلومترات. نسير إلى المقدمة والمركز الأول وهذا المارد اللي يسيطر على مقدمة الشوط، حمد بن راشد بن سالم المدهوشي يتقدم على المقدمة ويقود مساري هذا الشوط، يسيطر على الجعدان بينما يليف المركز الثاني، يأتي في ثاني المراكز ويتقدم هنا مشاهدي الأعزاء الويفي لمايد بن أحمد بن محمد الذي ينطلق على المركز الثاني. المركز الثالث وصل في المركز الثالث ظبيان لبخيت بن محمد بن مهنا المنصوري يتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع هناك نسير مع هذا الانطلاق، نسير عبيد بن عامر بن حميد بن عمهي المنصوري يتقدم في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع، بينما المركز السادس في هذه اللحظات الصياد محمد بن سلطان بن مرخان يتقدم في هذه اللحظات، بينما هناك الغاضي لسعيد بن محمد بن ذويب العامري والمركز الثامن يتقدم في راي تعود ملكية العلي بن طالب بن راشد الفيدة المري، والمركز التاسع هذا مسعف لخالد بن علي بن خلفان الشامسي، والمركز العاشر رقم 30 اللي هو مصدع لأحمد بن سعيد بن منانة. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء، ما شاء الله سرعة في هذا الشوط وتنافس وتبادل المراكز وتحدي ما بين المراكز الأولى. شوف هذا الكم غير مشاهدين الأعزاء، راح الصياد على المركز الأول، محمد بن سلطان بن مرخان يتقدم الشعار الصعب على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني ظبيان بخيت بن محمد بن مهنا المنصوري يتقدم في هذه اللحظات، ولكن شوف اللي تدخل اللي هو رقم 18 من الجانب الآخر بركان سليم بن سعيد بن سليم أو سليم بن سعيد بن سليم العويسي يتقدم في هذه اللحظات، ولكن هناك أيضا أسماء وشعارات. خوف عبيد بن سالم بن مصبح الغفلي يتقدم في هذه اللحظات. الله، شوف اللي انفرد، شوف اللي بعد. خوف عبيد بن سالم بن مصبح الغفلي راح بالمقدمة بدون منافس على الإطلاق، ما شاء الله. خلاص يا الغفلي، خلاص، يا سلام، رقص ما شاء الله. الأربعمية متر الأخيرة، السلام يا أهالي الفلي، سلام لأهالي فلي معلة هناك مع هذه الانطلاقات. المركز الثاني وصل فيه صوح عامر بن راشد بن مسلم العمري ياتي في المركز الثاني، ولكن خلاص بن جرش راح الغفلي مع المركز الأول، راح مع هذا الانطلاق بدون منافس على الاطلاق، يعلن الفوز من هذه اللحظات ويعلن التحدي الجميل الذي قدمه في هذا الشوط. خوف عبيد بن سالم بن مصبح الغفلي ياتي في المركز الاول ويعلن الاداء الجميل، بينما المركز الثاني من وصل فيه صوح لعامر بن راشد بن مسلم العمري، المركز الثالث حل في ادهم لسعيد بن مظفر بن محمد العامري، والمركز رابع المراكز العلي بن سعيد بن مفتاح الشامسي، والمركز الخامس اللي هو بركان لسليم بن سعيد بن سليم العويسي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود إلى التوقيت الزمني في مسار هذا الشوط، شوطنا السادس، أعلن هذا الفوز مشاهدينا متابعينا الكرام. خوف
في توقيت زمني مقداره 4 دقائق 31 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك عبيد بن سالم بن مصبح الغفلي على هذا الفوز وهذا الناموس الجميل. المركز الثاني تحدياته وانطلاقاته أيضا قدم أداء جميل. توقيت الزمني 4 دقائق 36 ثانية بالوفاء والتمام. هذا هو اللي هو صوح لعامر بن راشد بن مسلم السهران العمري يأتي في المركز الثاني. والمركز الثالث ثالث المراكز في الأمتار الأخيرة 4 دقائق 39 ثانية وست أجزاء من الثانية اللي حل ثالث أدهم لسعيد بن مظفر بن محمد العامري. هكذا كانت النتيجة. تهانينا والناموس للجميع.